جدا النادي الاهلي تعرض ليها خلال مجريات المباراه بالامس، بالتحديد اصابه محمد الشناوي وهي التواء في الكاحل. لسه ما تحددش المده اللي من خلالها ممكن محمد الشناوي يغيب عن الملاعب، بالتالي النادي الاهلي بيتعرض لازمه في هذا المركز بالتحديد. ليه ازمه؟ لان الشناوي مصاب، وقبل كان شريف اكرامي مصاب، واصابته هتقعد من 4 لـ6 اسابيع وهي عباره عن مزق في السمانه، فبالتالي ما عندكش دلوقتي غير علي لطفي اللي عايز اوجه له كل التحيه على الاداء اللي قدام امبارح بعد ما نزل في الشوط الاول مكان الشناوي. الناس ما كانتش متوقعه هذا الاداء بصراحه كده من علي لطفي بعد ما شارك بعض المباريات مع النادي الاهلي ما كانش موفق بنسبه كبيره، لكن الراجل بصراحه امبارح نزل عمل مباراه رائعه جدا، تصدى لاكثر من هجمه خطره بالنسبه لفريق فيتا كلوب، بالتالي قدر ان هو يكسب ثقه جمهور النادي الاهلي، وطالما هو حارس في النادي الاهلي اكيد عنده قدرات كبيره جدا، عمر ما النادي الاهلي هيجيب لعيب مش هيكون بيفيده في اي مركز من المراكز وخصوصا مركز حراسه المرمى، بالتالي محمد الشناوي بعد ما اتصاب ونزول علي لطفي، علي لطفي بصراحه ادى بشكل جيد جدا وقدر ان هو يكسب احترام وثقه جمهور النادي الاهلي الاشاد بيه بكل تاكيد بعد هذا الاداء الرائع، وكلنا ثقه في علي لطفي خلال المرحله الهامه جدا المقبله، وعلى امل كمان عوده محمد الشناوي على الاقل يكون متواجد في دكه البدلاء في مباراه شبيبه الثوره، لان احنا عارفين لوائح الاتحاد الافريقي بتنص على ضروره تواجد حارس مرمى على دكه البدلاء، كده النادي الاهلي مش هيكون عنده حتى هذه اللحظه مش هيكون عنده حارس مرمى على دكه البدلاء في مباراه يوم السبت القادم امام فريق شبيبه الثوره الجزائري، ممكن يتم الاستعانه بلاعب ان هو يكون حارس بديل في هذه المباراه من خلال رؤيه كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى والجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي في اختيار المقومات المناسبه للاعب يصلح ان هو يكون حارس مرمى، وده ان شاء الله ما نتمناهوش، نتمنى ان الشناوي تكون اصابه خفيفه، هي واضح ان هي قويه شويه لكن اكيد في طرق علاجيه تسرع من عوده اللاعب للمشاركه في التدريبات او على اقل تقدير حتى لو ما شاركش في التدريبات، المهم بس يكون متواجد كحارس بديل في دكه النادي الاهلي.